ضمن اسطول الحريه النسبي، ويلزم صوتنا يوصل لكل العالم والاهلنا في غزه اللي بارادتهم القويه وبعزمهم وثباتهم باش يفكوا هالحصار باذن الله. والتوانسه كل اطيافهم معاكم، احرار وحراير العالم معاكم، معاناتكم معاناتنا وفرحتكم فرحتنا، والحصار الى زوال ان شاء الله. ايضا بالاستاذه سلوى برا الكاتبه العامه لجمعيه المحامين الشبان. هذا التحرك ينطلق من الموقف الثابت للشعب التونسي نصرة للشعب الفلسطيني الشقيق في كل المحطات التاريخية، واستحضارا لما يعانيه شعبنا الفلسطيني في غزة البطلة من حصار غاشم يمنعه من أبسط مقومات العيش الكريم. يشرفني أن أعلن للرأي العام التونسي عن مشاركتي كامرأة تونسية وكمحامية وكعضو مجلس نواب الشعب ضمن أسطول الحرية النسوي لكسر الحصار عن غزة. هذه المشاركة تأتي في إطار التأكيد على وقوف تونس، كل تونس، إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والانعتاق من الاحتلال، ومباركة لصموده على أرضه، وتجديد رفض تونس للحصار الغاشم المسلط على غزة البطلة رمز العزة. ضد الإنسانية وضربا لجميع المواثيق والمعاهدات الدول القهرة والتمييز. ومنذ عقود وأشفق الحيوية والشلل الكلي للبنى التحتية، إن مشاركتي في هذه القافلة كممثلة لتونس هي مساهمة فعلية في المحاولات المتكررة لخرق الحصار الظالم المضروب على غزة، ولفت الانتباه الدولي إلى هذه الجريمة الإنسانية الممتدة لأكثر من 10 سنوات، والتي أدت إلى حرمان قرابة 2 مليون من أهالينا في غزة من أبسط مقومات العيش الكريم. هذا كله وسط سكوت وصمت دولي رهيب. ينظم هذا الحراك الإنساني تحالف أسطول الحرية والمنظمات الشريكة معه، وتتكون القافلة هذا العام من سفينتي أمل وزيتونة التي ستقل قرابة 30 شخصية نسوية هامة ولامعة من أكثر من 20 دولة حول العالم. كيلومتر مربع معناتها هنا 5225 habitants par kilometre carré. سيمبوليك اللي فما قافلة نسائية ماشية ونسوية هي زادة تكون في هذا الإطار. بالنسبة للمساعدات، هذه القافلة ليست قافلة إغاثية، هي رمزية يرجى من خلالها بعث رسالة للشعب الفلسطيني بأن العالم يقف معه، بأن هناك أحرار وحرائر من العالم يقفون معه. هناك الجزائر والأردن، يعني نساء